لو الحكايه فيها ان فيتو خضار عامله ايه؟ والله هو في حاجات وحاجات، يعني في حاجات غاليه وفي حاجات سعرها كويس، بس الغالبيه كويسه يعني. طب الخيار بكام؟ الخيار 7 جنيه. والكوسه 6. والفلفل الالوان 8. والفلفل الرومي؟ الفلفل الرومي ب6. الباذنجان الرومي؟ الباذنجان الرومي 4. الطماطم 3.5 4. والبصل؟ البصل 4 والبطاطس 5. البصل الاحمر والابيض 4؟ لا، الابيض 4 والاحمر 5. البطاطس؟ البطاطس الاسبونطه والكاره دول انضف نوع بطاطس ب5 جنيه. طيب والفاصوليا الخضراء؟ الفاصوليا ب8. وورق العنب؟ ورق العنب عدى 20 جنيه يعني 25 جنيه. كابوتشي برضه غلي خالص، كل واحدة ب5 جنيه و6 جنيه. رمب السلطة برضه غلي. والباذنجان العروس؟ العروس والابيض 5. والملوخية؟ الملوخية حاليا في الملوخية البلدي تتباع بالربطة، الربطة ب3 جنيه ونص. مش بالكيلو؟ لا يعني كيلوها مثلا هيعمل ايه 6 جنيه او 7. طب والليمون؟ الليمون ده 25 جنيه 27 جنيه 30 جنيه، ما نزلش عن كده. لا لسه ما نزلش. سوا سابت بقاله فترة. في اقبال دلوقتي برضه في الفترة دي؟ في شغل كويس. فيكو